في إطار التعاون المشترك بين البلاد وشركاء التنمية، جرت توقيع اتفاقية بين الحكومة والتعاون السويسري، وذلك في إطار دعم وتطوير المشاريع التنموية والاقتصادية بغية تحسين ظروف الحياة الاجتماعية وتوفير الأمن الغذائي. وهذا الدعم عبارة عن 10 مليار فرنك سيفا، يكون لصالح المنتجين الاقتصاديين في إقليمي البطحاء ووادي فرة. وعن أهمية دعم هذه المشاريع التنموية، أشار مدير التعاون السويسري ويلي غراف إلى ضرورة مساندة الحكومة في برامجها الاقتصادية والتربية وتطوير الثروة الإنتاجية ورعايتها كاملة، لأنها تعد من الضروريات الأساسية من مصادر الدولة. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبران هو الآخر ثمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. وللإشارة، فإن هذين المشروعين تشرف عليهما وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. بهدف مراجعة الرؤية الاقتصادية الإقليمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء، منها الدول المصدرة للنفط كتشاد نموذجا، انعقد المؤتمر التنويري الذي ضم وزارتي المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط بحضور الشركاء الداعمين كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة الأزمة الاقتصادية جنوب الصحراء وكيفية استعادة الدول الإفريقية اقتصادها. ممثل صندوق النقد الدولي بتشاد جان كلود ناشيغا تحدث عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية لهذه الدول وثقل ديونها وتداعيات انخفاض أسعار النفط عالميا والآثار السلبية وخفض النتائج للمصارف وعدم قدراتها على القرض من التمويل للمشاريع التجارية. أما سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بتشاد السيدة دينيزا إلينا تحدثت عن شروط الاتحاد الأوروبي للقرض وتتمثل في إدارة الموارد المالية وحقوق الإنسان ودولة القانون والإدارة الرشيدة. أما ممثل البنك العالمي بتشاد فرانسوا نينغو قال إن الاستثمارات الخاصة في دول السماك تشهد انخفاضا في النمو وعدم تشجيع المستثمرين الأجانب وضخ الأموال البنكية بما فيها الكفاية تماشيا مع البورصات العالمية. وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود أكد التزام الحكومة بالتعهدات واسترجاع القروض التي منحت لتشاد إبان الأزمة الاقتصادية، كما تحدث عن الإصلاحات الجذرية في الوزارة بما فيها عمال الضرائب والخزينة والجمارك وإدخال منظومة الشفافية. بينما تحدث نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط عيسى دبران عن الخطة الوطنية للتنمية وطاولة باريس المستديرة والمشروعات التنموية الطموحة، وأكد على ضرورة إدخال الأبحاث العلمية وتشجيع المستثمرين الأجانب. وأخيرا تداخل بعض الحضور بمداخلات واستفسارات ساهمت في إيجاد الحلول الاقتصادية والتعامل مع الواقع الاقتصادي بكل شفافية ومهنية وإخراج البلاد من دوامة الأزمة الاقتصادية الراهنة. شباب فكروا بطريقتهم وضع الأسس التي يمكن أن ينطلقوا منها لبناء مستقبلهم، ومن هذا المنطلق راودتهم فكرة تأسيس المبادرة الشبابية من أجل التنمية، وهي منظمة غير حكومية تختص بطرح أفكار من شأنها ترقية حياة الشباب وكيفية ترجمة هذه الأفكار عمليا. وقد بدأ نشاط هؤلاء الشباب بتنظيم صالون الزراعة والموارد الحيوانية والمائية، وهو عبارة عن معرض لبعض المنتجات المستخلصة من المحاصيل الزراعية وبعض النباتات الأخرى، بالإضافة إلى تحويل مشتقات الثروة الحيوانية والمائية إلى مواد استهلاكية غذائيا وأخرى للتداوي بطريقة تقليدية مستحدثة. وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لديبيا سومدا أشادت بهذه البادرة رغم تواضعها، مؤكدة أن هذه الخطوة ستشجع الشباب الذين هاجروا الريف اعتقادا منهم أن المدن هي أفضل مصير لمستقبلهم بالعودة إلى قراهم من أجل استثمار طاقاتهم في النشاط الزراعي حتى لا تتسع أحزمة الفقر في أوساط الشباب في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل. كما أكدت أن الحكومة ستدعم مثل هذه المبادرات، وأشارت إلى أن وزارتها وضعت برنامجا طموحا لتطوير زراعة الفول السوداني والسمسم والقطن والخضروات بمختلف أنواعها بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي وتصدير هذه المحاصيل لتدر بعائدات مالية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأخيرا زارت الوزيرة المعرض وتابعت شروحات عن كيفية تحويل هذه المواد وشجعت القائمين على هذا العمل، ودعت في الوقت نفسه الشركاء إلى دعم هذا الصالون حتى يتوسع
ويشمل كل مناطق البلاد الأخرى. كما دعت هؤلاء الشباب إلى طرح أفكار وابتكارات إبداعية في أعمال المنتدى الوطني للشباب المزمع عقده في شهر سبتمبر من هذا العام. نظرا لاهتمام الحكومة المتزايد لتطوير القطاع الزراعي، نظمت وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لقاء تفاكريا تسعى من خلاله للنظر في مسألة المعاهدات الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ مشاريع التنمية في كات ومدى تأثيرها في التنمية الزراعية. وجاء ذلك تزامنا مع الخطة الوطنية للتنمية، حيث بادر المشاركون بتحليل المعاهدات لمعرفة مدى مطابقتها للسياسة الوطنية في كات، محاولين البحث لإيجاد طرق واضحة لإزالة العوائق وتسهيل الطرق لتنفيذ المشاريع الزراعية في كات. وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ليدي بيا سمدا تحدثت عن الأهمية القصوى للزراعة ودورها الفعال في تنمية البلاد، مطالبة من المشاركين النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت مع الشركاء وأخذها بعين الاعتبار ووضع الخطط الملائمة وتطبيقها بالطريقة الإيجابية. هذا اللقاء التفاكري يدل وبصورة واضحة على اهتمام الحكومة بتنمية الزراعة باعتبارها الركيزة الهامة لإنعاش اقتصاد البلاد والعمل من أجل النهوض بالمشاريع الزراعية لتوسيع دائرة الإنتاج بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي وتصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج البلاد لتحقيق مكاسب مالية من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني. في زيارة تعد هي الأولى له منذ توليه حقيبة وزارة البترول والطاقة، الوزير بوكر ميشيل ومعاونيه حلوا زوارا على مصفاة الجرماية في زيارة عمل استغرقت 3 ساعات. التقى خلالها بالمدير العام للمصفاة شي زيون ونائبه سعيد إدريس ديبي إتنو والطاقم الإداري والفنيين بمختلف الأقسام لمعرفة الصعوبات والإشكاليات ومدى التعاون القائم بين الجانب الصيني والتشادي. كما تعرف الوزير بوكر ميشيل خلال زيارة ميدانية على مجسم المصفاة بجانب تفقد أقسام المراقبة ووحدات التحكم التابعة لقسم الإنتاج وغرفة إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تمد العاصمة جمنا، وأيضا القسم التجاري الخاص بالمواد المنتجة كالديزل والجازولين والبنزين والكيروزين والغاز. كثير من التكنيسيين تشاديين وفي الكلمة دا القايدين بسوء هذا يقدروا يودوا كلمة قدام و تكنيسيان تشاديان دو لاجاتا كان امبليكي روم اديلا يقدروا دان كلك تان را ناسيوناليزاسيون دو بوست يقدروا يانتو مشكلة انا كوران را كان تدورو سي حاسا كل انا ما ماشيت شي توربين انا مدا في التوربين انا مدا اول كيف في الرافينيري حاسا كوران الغاي بي ودو لينا في الجمنا حاسا اندوم 12 ميجا غاي ودو لينا وحاسا انا وروتوم من الرافينيري في هناك كادر كما يجيب علينا مشاكل ما نقدر نكونترولي عديل كاربيران دا يمشي ولا ما يمشي دا كاربيران كان مارا كيني دا أننا كله ناك عندنا كبار. هذه الصالة تعد واحدة من صالات المعهد العالي للبترول والذي قيد الإنشاء والبناء بمدينة ماو بإقليم كانم، ويدرس طلابه الآن بمصفاة الجرماية لحين انتهائه. وأنهى الوزير بوكر ميشيل زيارته لمصفاة الجرماية بالوقوف على قسم الشحن والتعبئة للمواد المنتجة بشكل نهائي.